تشاهدون في هذه الحلقة، رغم إمعان ميليشيا الحوثي في سرقة أحلامهم، أطفال تعز يتحدون الموت باحتفالات بهجة بمناسبة عيد الفطر المبارك. مسجد ومدرسة المعتبقة، تاريخ شاهد على اهتمام بني رسول بدور التعليم والعبادة في تعز. فكر القدسي، حين يترنم ملاليا تشوق الأنفس لموروث شعبي كاد يندثر. بكم من جديد، مستهل حلقتنا كالعادة إيجاز سريع بأهم الفعاليات التي شهدتها تعز خلال الأسبوع. اختتمت بمدينة تربة جنوب تعز فعاليات المهرجان الفني والثقافي أنستنا يا عيد، الذي يأتي في إطار احتفالات أبناء تعز بمناسبة عيد الفطر المبارك. وفي كلمة له خلال الحفل الذي شهد حضور قيادات السلطة المحلية بالمحافظة ومديرية الشميتين وقائد اللواء 35 مدرع، أكد مدير عام مكتب الثقافة بتعز عبد الخالق سيف أن هذا المهرجان الجماهيري في منتزه السكون بمدينة تربة وفي الهواء الطلق والحضور الجماهيري الكبير يعكس صورة تعز التي استطاعت أن تقدم نفسها بأجمل وأبهى صورة، وأثبتت مدى عشقها للحياة وعودة الروح، مشيرا إلى أن تعز تجاوزت مرحلة الخوف التي صنعتها قوى الانقلاب والتحريض والتطرف. نظم منتدى لأجلك أنت للتنمية بمدينة تعز برنامجا للدعم النفسي لأطفال مرضى السرطان، ويهدف البرنامج الذي جاء تحت شعار فرحة عيد وأمل جديد، يهدف إلى إدخال الفرحة في نفوس الأطفال من مرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم جراء هذا المرض، من خلال ممارستهم للألعاب والتنزه جنبا إلى جنب مع أقرانهم من الأطفال الآخرين. ويقول القائمون على الفعالية إن مثل هذه البرامج تعمل على رفع معنويات المرضى وإسعادهم، بما يخرج الطفل المريض من الحالة النفسية التي يعيشها إثر إصابته بالمرض الخبيث. مشاهدينا، تتواصل احتفالات أبناء تعز بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقوم الأسر بتنظيم زيارات ورحلات للأطفال إلى الحدائق العامة للعب وأخذ قسط من الراحة والتسلية، ويعتبر المدنيون خروجهم للتفسح تحديا للميليشيا الإنقلابية التي لا تزال تعكر صفو هذه الأجواء باستمرارها بقتل الأطفال ومواصلة حصارها للمدينة. لا شيء هنا غير ضحكات الأطفال التي تملأ أرجاء المكان والبسمة التي ترتسم على وجوه الكبار، وقد وجدوا أنفسهم في فسحة يقضون فيها أمتع اللحظات مع إجازة عيد الفطر المبارك. يسرحون ويمرحون، يتنقلون بين لعبة وأخرى في أجواء فرائحية عيدية تنسيهم أن تعز تعيش حالة حرب مستمرة. جينا نتمشي ونلعب بالألعاب يعني نلعب ونتمشي ولعبنا بالألعاب طبعاً. جينا للحديقة علشان ننفها نفس احنا، يعني كنا بالبيوت جالسين علشان الحرب وكذا، وجينا للحديقة نتنفه يعني الجهال عشان يلعبوا. الآباء والأمهات الذين حرصوا على التواجد مع أبنائهم اعتبروا المناسبة فرصة يلتقط فيها جميع أفراد العائلة أنفاسهم في هذا الفضاء بعيداً عن ضغوط الحرب ومشاغل الحياة اليومية المثقلة بظروف اقتصادية صعبة، واعتبرها آخرون بمثابة رسالة تؤكد استمرارية الحياة في تعز في وجه الموت الذي تصدره الميليشيا من أطراف المدينة. نخرج للحدائق عشان الأطفال وعشان يعني يحصلوا على جو من المتعة والنزهة والترفيه عن النفس، وكمان يعني ينسوا الضغط والقذائف والحروب. هو رسالة للمحاصر أولا بأننا سنفرح رغم ما تفرضه علينا من قيود الدخول والخروج ومنعنا من الخروج إلى مناطقنا، لكننا سنفرح رغم حصارك رغم قذائفك ورغم كل عملية التشديد، وهي والواقع أكبر دليل على فرحة وأن تعز بتواجد أبنائها وبعودة النازحين إليها تتحدى الحصار.
توافد الآلاف يوميا على حديقة جاردن سيتي التابعة للقطاع الخاص شرق المدينة في مثل هذه المناسبات يشكل ضغطا على آلات الألعاب الترفيهية والعاملين في الحديقة، غير أنه ما من سبيل أمام الأسر سوى هذا المكان الذي يعد اليوم متنفسا وحيدا لسكان المدينة بعد أن أغلقت ميليشيا الحوثي الإنقلابية منافذ الدخول والخروج إلى مناطق شرق تعز في الحوبان حيث تقع كبرى الحدائق الترفيهية. بقي هذه الحديقة الملقى الوحيد لأبناء تعز للتمشية وكذا على الحديقة هذه. بعض ممن جاءوا من بلدان الاغتراب أبدوا دهشتهم وهم يرون كيف يتوق أبناء الحالمة لحياة أفضل ويعيشون أجواء فرحتهم بغض النظر عن الحرب. كنا خايفين مغتربين وخايفين، لما سافرت أنا شفت أحسن من أول أوضاع الحرب، بعيدة من أوضاع الحرب. ورغم هذه الفرحة فإن أبناء تعز لا يتناسون قضاياهم وهمومهم، لذا فإن مطالبهم مستمرة للمسؤولين في حكومة الشرعية والسلطة المحلية لاستكمال تأمين المدينة من خلال التحرير الشامل والعمل على إيجاد متنفسات وحدائق عامة وتشجيع الاستثمار في هذا الجانب. نشي أكثر يعني وأكثر، هذه الحديقة ما تكفيش، بعدين صغيرة. في المساهمة في مساهمة جادة لتحرير الجبهة للخروج إلى منطقة الحوبان صنعاء عدن كل مكان. وللبحث مشاهدينا حول موضوع الحدائق العامة والمتنفسات السياحية بتعز والاطلاع على نشاطات مكتب السياحة بالمحافظة بشكل عام، معنا الأستاذ صادق المحيى مدير عام مكتب السياحة بتعز. أهلا بك أستاذ صادق بكم. إلى هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم ونقول لكم أهلا وسهلا وكل سنة وأنتم طيبين وعيد مبارك على الجميع. حللتم أهلا ونزلتم سهلا بمحافظة تعز. نعم، تعز المدينة المحاصرة التي تكتظ بمئات الآلاف من السكان هي اليوم بحديقة وملها ترفيهي وحيد، ما العمل؟ ما الذي يتم؟ لماذا لم يتم إيجاد وسائل ترفيهية وأماكن بديلة لأبناء تعز التواقين لحياة هادئة ومرحة بعيدا عن أجواء الحرب؟ والله إن شاء الله بإذن الله أنه الحياة تستمر في تعز، ونحن الآن بصدد عمل الحديقة بالجهة الغربية، وأيضا هناك متنفس الذي هو قلعة القاهرة وجبل صبير، يعتبر من المناطق المتنفس لأصحاب مدينة لأصحاب المدينة وكذا، وهناك وادي الضباب وأيضا منتزه العين، هذا البدائل الذي خارج المحافظة، ومعنا في التربة هناك الذي هو منتزه السكون، يعتبر من المنتزهات الذي خارج المحافظة والمتنفسات لأبناء المحافظة. بس إن شاء الله بظل الوضع القائم يعني إن شاء الله بإذن الله أنه يكون هناك بدائل وبظل. هل ترى أنه هل هذه المتنفسات كافية لأبناء تعز؟ لا تعتبر كافية، لأنه كان هناك لدى تعز متنفسات كثيرة، منها سد السقاع خارج المحافظة، منها حديقة التعاون، منها حديقة دريم لاند، وهناك حديقة الحيوان الذي هي في الحوبان الذي هي خارج عن نطاق المحافظة الآن. بس إن شاء الله أنه يوجد هناك بدائل والأمور بإذن الله تبشر بخير، والمستثمرين يعني إن شاء الله أنهم سيعودوا لتعز وينظروا لها نظرة، لأنه تعز لا تستاهل مننا أن نكون يعني نوقف محبطين أو مكتفين الأيادي. على ذكر الحدائق، افتتاح حديقة جاردن سيتي كان لها دور مهم في إعادة تفعيل وتطبيع الحياة في تعز، هل كان لكم هناك مشاركة في وضع برامج احتفالية في الأعياد والمناسبات المختلفة في الحديقة باعتباركم جهة معنية؟ والله هناك برامج، تم عمل برامج وكذا، وإن شاء الله أنه احنا الآن بصدد تنفيذ هذه البرامج بإذن الله، وبقيادة السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ المحافظة والأخ وكيل الأول المحافظة والأخوة الوكلاء أيضا كلهم بمهامه، إن شاء الله أنه يكون هناك أقول لك برامج يعني فعالة، ونثبت للآخرين أن تعز نابضة بالحياة وتعز تستاهل مننا كل خير.
نعم، في الحقيقة الحديث عن السياحة في ظل الحرب أمر صعب، ربما قد يراه الكثير شيء من الترف، لكن المطلوب هو كيف يتم العمل على توظيف هذه المواقع لخدمة أبناء تعز والترفيه عنهم. هل تضعون أنتم في مكتب السياحة هذا الأمر في عين الاعتبار من جهة، ومن باب أيضا تشجيع السياحة الداخلية؟ والله إحنا بالنسبة للسياحة الداخلية نعتبر يعني الحمد لله تعز يعني ماشية بأموره وكذا، والسياحة الداخلية تعتبر يعني مش لدرجة كبيرة، لأنه الوضع حساس بالنسبة للسياحة، ويعني والوضع لا زال يعني مش يعني هل الوضع الأمني بدرجة رئيسية هو السبب؟ والله الوضع الأمني الحمد لله الوضع الأمني مستتب وكذا، ونشكر الأخ مدير الأمن ونشكر الأخوة القائمين على الأمن الذي هم قيادة المحور والأمن يعني بشكل عام، والشرطة العسكرية وغيرهم والنقدة من غيرهم، بس إنما هناك أوضاع يعني تخوف الناس من هذا الباب وكذا، لكن إن شاء الله بإذن الله إنه الأمور تسير على أكمل وجه بإذن الله. نعم، نلاحظ أن هناك الحرب يعني دمرت أو تسببت بأضرار لكثير من المواقع والمتنزهات السياحية، كمتنزه زايد ومتنزه الأخوة. لماذا لا يتم إعادة تأهيل هذه المتنزهات وفتحها أمام الناس من جديد؟ والله هذه بالنسبة شوفي بالنسبة لي منتزه جبل صبر الذي هو فندق جبل صبر، هذا يعني إعادته مش بالسهل الذي نشوفه إحنا، يعني لأنه إعادته تحتاج إلى وضع موازنات كبيرة لإعادة المنشأة ولإعادة المكان نفسه. أيضا فندق مارب، فندق الأخوة وكذا بحاجة لإعادة، لأنه المستثمرين يعني عملية تخوف من المستثمرين تجعل العمل يعني أمامهم ينظروا له بمنظور أنه الحرب قائمة وكيف يعني سيتم. ما هي مشاريعكم وأنشطتكم في مكتب السياحة حاليا؟ يعني والله إن شاء الله مشاريعنا قائمة، مشاريعنا شوفي بالنسبة للمكتب، المكتب يقوم بأعمال كثيرة، منها متابعة المنشآت السياحية، منها المشاريع السياحية أيضا الذي هي القائمة والمتعثرة، هي قائمة ومتعثرة لأنه بسبب الموازنات بسبب الأوضاع التي احنا اللي تمر بها البلاد والمحافظة خاصة. تحدثت عن مشروع لحديقة جديدة في الجهة الغربية، هل بالجهة الغربية؟ نعم. احنا كنا واضعين خطة بمنطقة حدران كبداء يعني كحديقة تكون بالجهة الغربية موازية للجهة الشرقية الذي هي بالحوبان كان. هل بدأتم بالمشروع؟ لا، كنا بدأنا ب 2014 بعمل دراسات وكذا، لأن الحرب قطعت من يمول هذا المشروع؟ المول كان السلطة المحلية الذي هي السلطة المحلية ممثلة بالمحافظة، يعني كان هو الذي تبني هذا المشروع. طيب خططكم في مكتب السياحة للفترة القادمة؟ والله خططنا كثيرة، أيضا بالنسبة لمركز التدريب السياحي هذا أول مهام لنا، الذي هو كان مركز التدريب يعني مضاهي لمعهد عدن السياحي اللي كان بيتم، وأيضا معنا حمامات، ثلاثة حمامات ساخنة بمحافظة تعز تعتبر هذه رئيسية يعني، بس المفروض أنه لفتة كريمة من يعني المحافظة ومن كذا، على أساس أنه إحنا نخرجها الحيز والجزء الذي هي حمام رسيان، حمام الدرابي، حمام الطوير، هذه يعتبر حمامات معدنية علاجية طبيعية يعني، هذه بالدرجة الأولى. ومشاريعنا أيضا مشاريع معنا لدينا توسعة لشجرة الغريب مع إقامة مصلى جامع ونساء وجامع رجال مع حمامات مع كذا، وإن شاء الله أن الأمور تسير لآخر. أيضا معنا بقلعة القاهرة يعني إصلاحات وكذا، وإن شاء الله أن تتم الأمور لآخر. هل تجدون ربما صعوبات أمام تنفيذ هذه المشاريع؟ والله الصعوبات قائمة، لكن إن شاء الله أنه تدلل الصعوبات بظل تطبيع الوضع بالمحافظة، وإن شاء الله بعون السلطة المحلية وبعون محافظ المحافظة بمتابعة المشاريع بكذا إن شاء الله تتم إلى آخر. كيف هي طبيعة علاقتكم مع السلطة المحلية، وما الذي بالإمكان أن تقومون به لخدمة أبناء تعز في المجال السياحي؟ علاقتنا بالسلطة المحلية علاقة جيدة جدا، ونشكر محافظ المحافظة والأخ عبد القوي المخلافي الذي هو المشرف المباشر على المكاتب التنفيذية، وأيضا احنا يعني بوضع يعني الحمد لله مع السلطه المحليه، وطبعا السلطه المحليه تعتبر هي الجهه
المشرفة علينا بشكل رئيسي. إذا ما تحدثنا عن تأثيرات الحرب والحصار على مدينة تعز منذ 5 سنوات تحديداً في الجانب السياحي، هل تحدثنا عن هذه النقطة تحديداً؟ والله بالنسبة لوضع الحصار هذا وضع مزري للمحافظة، بس إنما يعني ببسالة أبناء محافظة تعز وبقيادة المحافظة وكذا والأمور يعني تسير إلى خير، بس إنما أثرت علينا على الوضع السياحي بالنسبة للسياحة الداخلية، بالنسبة للوافدين من خارج المحافظة، بالنسبة لل يعني أثرت كثير، وخاصة أثرت المنشآت الفندقية والخدمية بشكل عام. علاقتكم بوزارة السياحة في عدن وما الذي تقدمه هذه الوزارة لخدمة أبناء تعز؟ والله علاقتنا علاقة جيدة بالأخ الدكتور محمد عبد المجيد قباطي وزير السياحة، ونشكره لتعاونه معنا وأيضا تذليل الصعوبات التي تواجهنا، نتواصل معه مباشرة ويتم حلول بيننا احنا والوزارة، والعلاقة جيدة جدا. رسالة أخيرة أستاذ صادق في ختام هذا اللقاء توجهها لمن؟ والله رسالتي لكافة أبناء الشعب اليمني أن يعني يتكاتفوا فيما بينهم، وأن كلنا يعني كلمة واحدة، وأن توحد الصف، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يفرقا على البلاد كامل بشكل عام. الأستاذ صادق المحيى مدير عام مكتب السياحة بتعز، شكرا جزيلا، كنت ضيفنا في هذه النافذة. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا. مرحبا بكم من جديد. حظيت مدينة تعز باهتمام ملوك دولة بني رسول، فازدهر العلم وشيدت الصروح الدينية والتعليمية، ويعد مسجد ومدرسة المعتبية تحفة فنية شاهدة على تلك النهضة في ذلك التاريخ. نتابع. واحد من المعالم الأثرية والكنوز التاريخية في مدينة تعز، وهو كذلك أحد شواهد التاريخ على اهتمام ملوك بني رسول في تشييد الصروح الدينية والتعليمية في هذه المحافظة. في جنوب مدينة تعز وعلى تلة مرتفعة يقف مسجد ومدرسة المعتبية كصرح ديني يعد اليوم تحفة فنية بديعة، تحكي فنون العمارة الإسلامية وتروي سر صمود منذ 650 عاماً. هذه المدرسة تنسب إلى من يسمى بالمعتب بنت عبد الله بن زوجة الملك الأشرف المظفر. المدرسة هذه طبعاً بنيت أيام الدولة الرسولية تقريباً في احنا نعرف بالنسبة للدولة العامرية الموجودة طبعاً بالنسبة لرداع، والتي طبعاً أسست في حوالي 410 بنفس الفترة الزمنية تقريباً، تقول أنت معاصرة، لأن هناك عدد من المدارس التي أقيمت في اليمن بشكل عام وفي تعز بشكل خاص. بنيت مدرسة المعتبية في الأصل كرباط لتلقي العلوم الدينية، وكانت حينها توازي المدارس الداخلية في العصر الحديث بإبداع هندسي. جاء تشكيل هذه المدرسة التي تضم 18 قبة تتوزع بتنسيق فريد على جميع أرجاء المبنى، ابتداء بالمدخل وانتهاء ببيت الصلاة أو ما يعرف بالبنية. قباب البيض هذه موجودة عندنا في اليمن أيام الدولة الرسولية، كل القباب حق المساجد في العالم الإسلامي والعربي خضر، أليس كذلك؟ إلا عندنا بيض. تضم المدرسة رواقين عن يمين ويسار المسجد المخصص لأداء الفروض الخمسة، بينما يأخذ الصحن موقعه تاليا بعد رواق صغير عند المدخل الرئيس. في الجهة الغربية توجد 3 غرف كتكوين غير منفصل عن الرواق، تسمى إحداها بالخلوة، وجميعها مخصصة لتحفيظ القرآن الكريم وتلقي العلوم الدينية وأساسيات في الرياضيات والعلوم. عبارة عن مدارس
لتعليم طبعا اللغة العربية وتعليم الحديث والسنة المطهرة وبعض العلوم الدنيوية مثل الرياضيات والعلوم وما غيرها. وكانت هذه المدارس تعلم فيها طبعا العلوم، ويأتي إليها طلاب العلم من خارج مدينة تعز. تتبع هذه التكوينات وبتخطيط هندسي بديع ملحقات هي في الأساس خدمية كبيرة كالمياه التي كانت تملأ بالمياه من جبل صبر، إضافة إلى ملاحق أخرى كالمساتر للاغتسال. كل مسجد له ساقية خاصة تنزل من صبر، تنزل من صبر في معوق باب كان في الخارج وأحواض، يعني حق للحمير والبقر والحيوانات خارج، وقباب للناس يغرفوا للشرب، والساقية تدخل لداخل لداخل تملأ البركة، تملأ المتخذات للاستنجاء وهكذا وصل. ولها برك خارج المسجد في ناحية أمام المسجد للتنسيم، والبرك هذه تمتلي، وكان أمام المسجد كلها أوقاف أو حرم للمسجد يزرعها. الداخل بيت الصلاة تسكنه روحانية، ويخالطه شعور بأن نفحاتها تنشر في أرجاء المكان. في بيت الصلاة يستمتع الزائر بأجواء باردة هي بفضل 7 أبواب ونوافذ تم تنسيقها بحيث تسمح بمرور الهواء الآتي من محيط المكان المرتفع وخروجه من الاتجاه المقابل، ما يجعل المصلي يعيش أجواء مكيفة طبيعيا. المسجد يرتفع على الأرض 3 طوابق، احنا نشوف الآن أمامنا بيوت من 3 طوابق لا تصل إلى محل سجود المصلي، والتهوية معمول حسابه مضبوط جدا، والبنية ما يسمى البنية المصلى وفي الوسط. في المسجد 6 قباب تشكل تجويف السطح وتحاط بأحزمة كتبت عليها آيات قرآنية بمختلف فنون الخط العربي، ما جعلها تبدو لناظرها آية من فنون الإبداع الهندسي والجمال الأخاذ. عندما تدخل مبنى الصلاة فيعجبك طبعا مناظر متعددة وبألوان زاهية، لا زالت طبعا تقريبا منذ بناء المسجد تقريبا 400 هجرية طبعا، وحتى الآن لا زالت بعض الآثار متبقية إلى الآن، وتشعرك بروعة في فن طبعا الزخرفة، في فن الزخرفة وفي التلوين وفي طبعا كتابة الآية القرآنية. النقوش ليست ألوان صناعية، ألوان طبيعية، ألوان طبيعية. مثلا الأحمر، الأحمر من لون الجلنار، والجلنار هذا هو زهرة الرمان، ويعمر ما يتغير ولا يسهل إزالته حتى من على الثياب. ورغم عظم البناء وروعة التصميم في هذا المعلم، إلا أن مخاطر تتهدد مدرسة المعتبية، ومنها التصدعات الناتجة عن قصف ميليشيا الحوثيين، ما جعل تسرب الماء يهدد بسقوط أجزاء وإتلاف جماليات وفسيفساء المسجد. تعد الملالاة من الموروث الشعبي اللامادي في تعز، والذي يميز المحافظة عن غيرها من المحافظات اليمنية. ورغم أن هذا النوع من الثقافة الشعبية قد شهد تراجعا تحت تأثير المدنية وغياب الاهتمام الرسمي، إلا أنه عاد للظهور مجددا مع أصوات مواهب شابة امتلكت المقامات الصوتية وتمكنت من أدائها بشكل سليم وجذاب. فكر القدسي وروائع من ملالات شجية، نتابع. يهيم حبا بتعز فيجدو كالبلبل مترنما صداحا.
ألا يا الحالمة يا تاجي فوق. يعشق الحالمة ولها يلالي، طربا مولعا بالأرض، مهتما بالقضية، منافحا ومدافعا في وجه كل معتدي. ألا يا الحالمة أسمع أنا حنينيك، ألا أسمع أنا حنينيك، وأشوف سيل الدم في جبينك. الفنان فكري القدسي مؤدي الملالة، وهي من الموروث الشعبي التقليدي في تعز، ارتبط بالأرض وعاش مع أسرته حياة الريف، فتنفس هواءه العليل وتشرب من ثقافة من سبقوه. كان راعيا للأغنام، يصدح بصوته في أعالي جبال قدس، وقد حفظ عن الأقدمين مهاجل وملالاة يتم حفظها شفاهة بالتواتر. كانت أولا هي عن طريق عن وراثة عن الوالد رحمة الله عليه، كان لديه جمال ويتنقل بقافلته من منطقة إلى أخرى، مثلا من منطقة الأشروح إلى منطقة المصلى سابقا، وهذه الملالاة كانت تأتي دائما للبدو الرحل، يعني عندما تنتقل بقافلتك من منطقة إلى أخرى، حيث أنه كان يقول شد الجمال ما عاد ناشي جمال، ألا شد الجمال ما عاد ناشي جمال، ألا ما عاد ناشي جمال، شدوا السواعد من بزوز الأحمال. ألك قلت لك ما اشتقول ما قليش، بلا إيقاع ولا نغم، وأمام ثلة ممن استهواهم عذوبة الصوت، سكب القدسي روائعه عن الجمال والحب، وخلط في ذلك من روح الفكاهة التي تسكن روحه البسيطة ما زاد من إعجاب وتفاعل الحضور. ألا شفت المليح وعجبوني الأعيان، ألا ويعجبوني الأعيان، ليت المليح لا خلق ولا كان. قل لي ليش طيلة قوم حقوز الليل. لم تنسي الروح المرحة لفكر أحد مؤدي المهاجل الشعبية والملالاة في تعز ما يعيشه وطنه ومحافظته من آلام الحرب ومعاناة الحصار، بل زادته حماسا لتفجر منه إبداعا وقت كان يقف إلى جانب رفقاء النضال في ثغور تعز، فاستثمر موهبته في رفع معنويات الرجال وتقزيم الخصوم من الأعداء. عندما جاءت الجبهات انطلقنا إلى الجبهات وكنا نشارك إخواننا هناك في الجبهات ونشد على مأزرهم بكلمات، حيث أنها ألا وقلب رصاص يا صاحبي ويقرب، ألا يا صاحبي ويقرب، صيد الحوافيش بين عشاء ومغرب، ألا وجيشنا علم عيالي فارس، ألا علم عيالي فارس، كيف الهلاك يأتي من المتارس. يقول فكري إنه فرد في مجتمعه الكبير بتعز يؤثر ويتأثر بهمومهم وتطلعاتهم، لذلك فقد وجد نفسه أمام رزنامة معاناة، ومنها على سبيل المثال الحصر ظاهرة الاغتراب التي اكتوى بنارها وتركت آثارها في كل منزل، ما دفعه لاستعراضها على لسان حبيب في مناجاة مؤثرة. خدمنا المغتربين كثيرا وشوقناهم لأهلهم، فمنهم من يعني يترك أهله ووطنه لفترات متباعدة، منهم من يقضي السنتين ومنهم من يقضي الثلاث، فقلت حينها ألا وريديو لندن وعالي الصوت، ألا لندن وعالي الصوت، يا المغترب روح نهايات موت، ألا مشتيشني الغربة ولا فلوسك، ألا الغربة ولا فلوسك، واشتيك تروح للبلاد شاشوفك.
وكرد للجميل بعد أن أفرد له برنامج الحالمة مساحة، وجد المؤدي فكري نفسه أمام تجلي ليقتنص الفرصة ويقدم شكره لقناة بلقيس وطاقمها وعلى طريقته. على قناة بلقيس الهوى مباشر، على الهوى مباشر، أنت الحقيقة بعيني كل ثائر. وتعتبر الملالاة نظما شعريا باللهجة العامية، ولا بد فيها من تساوي الوزن والقافية، بحيث يكون شرط البيت وعجزه على قافية واحدة، حتى يسهل على المؤدي إطلاق النفس شريطة أن يكون لديه القدرة على تطويع الكلمات الصعبة من اللهجة الدارجة، وطول النفس الذي يمكنه الأداء حتى أبعد مساحة صوتية. بهذه الملالاة التعزية مشاهدينا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء. سقاها الصبح نسبته ولنا.